أبو الفتح الكراجكي من أعلام القرن الخامس، هو أبو الفتح محمد بن علي ابن عثمان بن علي الكراجكي، والكراجكي نسبة إلى عمل الخيم. لم يشر التاريخ إلى شيء عن مولده، إلا أنهم قالوا عنه نزيل الرملة وهي في فلسطين، فيبدو أنه نزيلها وليس منها. رحل في طلب العلم إلى بغداد والقاهرة، ودخل طبريا وحلب وطرابلس، وتجول في البلاد، ولقي المشايخ وأدرك الكبار كالشيخ المفيد والمرتضى وغيرهما. كان للكراجكي شخصية علمية متفوقة ومشاركة في علوم عصره، ومكانة اجتماعية مرموقة، وصفوه بشيخ الشيعة وفقيه الأصحاب، فهو باحث إمامي، عالم فاضل متكلم، محدث ثقة جليل القدر، ملم بعلوم عصره من الطب والفلسفة والرياضيات والفقه والفلك، مكثر في التصنيف والتأليف، أسند عنه جميع أرباب الإجازات، وقد ترجم له كثير من المؤرخين وأصحاب المعاجم والتراجم من العامة والخاصة، منهم الحر العاملي والعلامة المجلسي، وكذلك الذهبي واليافعي وغيرهم، وأطروه بكل جميل وأثنوا على علمه وثقافته. أخذ الحديث من عدد كبير من الرواة والعلماء من الخاصة والعامة، كما أخذ علومه عن جماعة كثيرة من أعلام عصره، منهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وأبو الصلاح الحلبي وأبو يعلى سلار وأبو عبد الله الصيرفي البغدادي وغيرهم من الأفذاذ. كما اختار الكراجكي مدينة طرابلس اللبنانية قاعدة لانطلاق عمله، فكان الدور الذي يقوم بأعبائه مهما وخطيرا، فقد قدر له أن يعيش في هذا الثغر الشامي وفي الساحل اللبناني، ليقوم بترسيخ العقيدة الإسلامية والحد من النزعة الإسماعيلية، يوم كانت فلسطين ولبنان واقعة تحت نفوذ الدولة الفاطمية، فكان يناظر ويجادل ويعلم بكل ما يملك من طاقة علمية وفكرية، وصمد في وجه الموجة الإسماعيلية، واستطاع أن يحد من نشاطها حتى انحسرت عن أكثر هذه المنطقة، وحلت مكانها الفكرة الشيعية الإمامية، وأصبحت مذهب الأكثرية لسكان المناطق الساحلية في ذلك العهد، وشمل في نشاطه مقاومة سائر المخالفين كالمعتزلة والأشاعرة وأهل الديانات الأخرى كاليهود والنصارى والبراهمة وسواهم، كل ذلك بفضل جهوده المتواصلة وبما كان يملكه من شدة المعارضة وروح الجدل ووفور العلم وعمق الملاحظة وتنوع الثقافة وقوة الحجة، وبما كان يتمتع به من وعي وإدراك ومن حيوية وحركة وصبر وعمل دائب. وكان يحضر مجلس درسه الكثير من طلاب العلوم، منهم أبو جعفر محمد الحلبي والشيخ عبد العزيز بن البراج وريحان بن عبد الله الحبشي وشمس الإسلام ابن بابويه وغيرهم. أما مصنفاته التي أثرت العالم الإسلامي فهي كثيرة، منها كتاب الصلاة والرسالة الناصرية، وكتاب التلقين لأولاد المؤمنين، وكتاب التهذيب، وكتاب في المواريث، والمنهاج، وكنز الفوائد الذي هو كتاب أصولي ويعد من أهم كتبه، وغير ذلك من المصنفات. وأخيرا توفي الكراجكي في يوم الجمعة 8 من ربيع الآخر 49 للهجرة في صور.